سميح فين؟ خير. انت الجارد بتاعه؟ جارد؟ احنا هنا كلنا اخوات، وعم سميح هو ابونا، ولو سمحت تخلي بالك من طريقه كلامك. خلي بالي من طريقه كلامي ايه؟ هو انا غلطت فيك ولا شتمتك؟ انا عايزه اتكلم معاه، من فضلك قول له ان انا عايزاه. ايه الدوشه دي؟ مش انا عم سميح، دي الانسه. انا عايزه اتكلم معاك. واللي عايز يتكلم معاي يوقف على باب اوضته ويعلي حسه. تعالي وراي. تعالي. لا ما انا مش فاهم برضه. ما هو مش لاعب عيال هو يا ارهام. وبعدين ما انت عارفه من الاول ان الجوازه جوازه مصلحه. ايه اللي جد يعني؟ اللي جد ان انا رجعت نفسي ولقيت نفسي مش عايزه اعمل كده. انت حسستني باسوء احساس ممكن اي واحده تحسه في الدنيا. حسستني ان انا انانيه وبتاعت مصلحتي وانك يا عيني مغصوب على الجوازه دي. وفي كل مره بتيجي تقولي اللي عملتيه فيا اللي عملتيه فيا كان انا واحده طوبه ما بتحسش. لا على فكره انا كمان تعبت بعد ما سيبنا بعض. كنت بتوحشني وكنت بفتكر حاجات كتير وما كانش سهل عليا ان انا ارجع لحياتي الطبيعيه بسهوله. بس الفرق اللي ما بيني وما بينك ان انا كنت عارفه ان الموضوع كده كده خلصان، وكان احسن انه يخلص دلوقتي بدل ما يخلص بعدين. بس انا ما كنتش اعرف كل الكلام ده، ولا كنت هتصدقه حتى لو كنت شفته بعينيك، عشان كنت دايما مخليني الشماعه اللي اتعلق عليها فشل علاقتنا. مع انك انت عمرك ما قدمت حلول ولا كنت بتاخد بالك. في كل مره كنت بحاول اقول لك ان الموضوع كده كده بيخلص كانت باينه قوي، بس كل واحد فينا قال يمكن. شفتني في الاخر ان انا بعتك وانا ما بعتكش يا صالح. هي الدنيا اللي جمعتنا وكانت ناويه تفرقنا اصلا. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. ده هو ملوش وقت اللي دلوقتي. المشكله ان انا فرحت لما بابي قال ان احنا هنتجوز، عشان كنت مبسوطه معاك وحاسه بالامان وكان نفسي ارجع احس الحاجات دي تاني. بس اللي انت صالح اللي انا عرفته، ولا انا ريهام اللي انت حبيتها. بليز يا صالح خلينا نقفل على الموضوع ده خالص وبلاش نظهر في حياه بعض تاني. انا اسفك. انت ليه لما انا اتصلت بالتليفون رديت عليا وقلت لي مفيش حد هنا اسمه حسن؟ لانك ما قلتليش عايزاه ليه. وده يخصك في ايه؟ ازاي ما تخصنيش؟ انا كل حاجه في الدار مسؤولة مني، أنا أبو الدار دي وحمايتها مسؤولة مني، وكل واحد فيها حملة على كتافي وعارف بيفكر في إيه ونفسه في إيه وبيحب إيه. أنت كمان هتقول لهم يحبوا إيه وما يحبوش إيه؟ أمال وببعتهم عن اللي بيحبوه عشان ما يتعلقوش بيه. أبوكي زين العطار ربانا على كده. هو انت بتربي اطفال ولا بتربي مساجين؟ انا بربي رجاله، والبيت ده مش سجن، ده بيت واللي فيه كلهم اخوات. وحسن كان عايز يقتل اخواته من دلوقت. حسن ما بيجيش منينا. وحسن هيقتل اخواته ليه؟ معرفش، بس اللي كان عايز يقتل اخواته في الدار يقتل اخواته اللي من دمه. واني حميتك منه. انا ممكن اكون معرفش حسن كويس، بس مستحيل واحد بيجري في دمه دم زين العطار ويفكر يقتل اخواته. ما يقتلش اخواته ليه؟ ده قبيل قتل هابيل. يعني احنا كلتنا البشر كلهم ولاد القاتل. ياسمين هاو. صباح الخير يا سلمى. لقيت الباب مفتوح قلت اجي اصبح. فكرت في اللي قلت لك عليه علي؟ فكرت يا سلمى ولقيته صعب. المره دي تمنه حياتك. انا حياتي مش مهمه طول ما انا محبوسه في البيت ده يا علي. انا اللي اعرفه اني لما اخرج مع الراجل اللي هو جوزي محدش يعرف يمنعني. الموضوع مش بالسهل كده، وبطل تستفز رجولتي. انا راجل يا سلمى، راجل وما بخافش. انا خايف عليك انت. وخايف عليا ليه؟ هو انت مش هتعرف تحميني؟ احميك يا سلمى واللي هوب لي كتفينه بالحياه. طب وريني يا علي. عبد الله رغم اللي انا بكرهه كره العمى الا انه طلع راجل عشان يعرف ياخد اللي هو عاوزه حتى لو ظلم. انا بقى ما بقولكش اذنب، انا بقولك خد مراتك وامشي برا البيت ده يا علي. عبد الله لو شايف اللي انا ماليش لازمه برضه هيقتلني يا علي. الكلام خلص، هي مساله وقت. شكرا يا حسن. على ايه؟ على معلش. لا يا ستي عادي، دي معلش صغيره مش كبيره يعني. لما قلت لك مزاجي متعكر وقلت لي معلش،
الكلمة دي ما يبقاش ليها معنى لو سمعتها من أي حد. الواحدة مننا ما بتصدق تلقى راجل بيحبها يقول لها معلش. بتمعلش. ربنا ما يجيبش أي معلش تاني. بس أنا يعني عارف في الوقت اللي بتكلم صراحة أنا مش عارف أنتوا مستعجلين كده ليه؟ كنا استنينا يومين كمان. احنا هنرجع في كلامنا، احنا متفقين ان احنا خارجين النهارده. طب يعني كنا اجلنا النهارده؟ لا يا حازم، كله للنهارده. اشمعنى النهارده يعني؟ بص عشان خاطرنا، احنا اخواتك اول مره نطلب منك حاجه، نفذ لنا الطلب. عشان خاطركم والله. بس هي ماما فين؟ مامتك فيها اللي مكفيها وهم رجوعك القصر. بص انت هتيجي معانا البيت واحنا هناخد بالنا منك. وبعدين يعني مش كفايه انا واختك حواليك؟ بصراحه حتى صلاح ما جاش. طب هتعملوا ايه في حساب المستشفى؟ حساب المستشفى ده علينا ما تقلقش. بسيط. حازم انت مستقل بينا ليه؟ ومش احنا اخواتك برضو؟ هو بصراحة انا اسف يعني. بص حتى اسف دي مش المفروض تكون ما بيننا. يلا يلا. 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 بس هقول لكم على حاجة. قولوا لماما بقى عشان هي بتقلق عليا. انا هخليك تكلمها اول ما نروح العربية على طول. اتأخرت قوي المقابلة دي يا سليم. معلش يا جيهان. كل البيبان كانت مقفولة وما كانش ينفع أرجع وأنا مش لاقي حاجة أقولها. ودلوقتي لاقي حاجة تقولها؟ لا يا جيهان. وظهر العيلة اللي اتحانى ده هيرجع يتفرد من جديد. ظهر؟ مش ما يبقى في عيلة الأول؟ العيلة موجودة يا جيهان، وانت عارفة ياما العيلة دي عدت بحاجات أكتر من كده بكتير. وأنا ورحمة زين ما هرتاح إلا لما ناخد حقنا من كل واحد فكر بس إنه يزينا. عارف يا سليم، ساعات بحس إن زين غضبان وروحه مش مرتاحة، ولا هو مرتاح في تربته. هيرتاح يا جاه، إحنا كمان معذورين، محدش فينا كان يتوقع إن اللي حصل ده ممكن يحصل. بس الحمد لله إن أنا وإنتي موجودين علشان نلم اللي باقي من العطارين ونقعد ونتفق هنعمل ايه. انا كلمت الكل وقلت لهم ييجوا، لازم نتجمع تاني ونتقابل ونتكلم ونقعد مع بعض، وان بعدنا عن بعض ده اللي ممكن يقتلنا، وان العيله دي هي اللي هترجع حقها بايديها وبنفسها، والكل لازم يعرف ان احنا رجعنا تاني واقفين ظهرنا في ظهر بعض، ورجعنا اقوى من الاول كمان. عندك حق، ما هي فرقتنا هي هدفهم من الأول، من يوم شريف، لكن ده مش هيحصل تاني. حسيبك أنا دلوقتي عشان وراي مشوار مهم، وأنا راجع هجيب فارس معايا علشان نقعد ونتكلم ونتفق. جان، عايزك تعرفي ان طول ما فيا نفس هرجع كل حاجه لمكانها واحسن. لو سمحت بعد اذنك، هاشم بيه موجود؟ للاسف يا فندم لسه ما جاش. طب يحيى العطار موجود؟ يحيى باشا في مكتبه. طب ممكن تقولي له ان انا عايز اقابله؟ اوكي اتفضل. انت ليه ما اكلتيش؟ معلش مش قادره اوصل الاكل. معلش يا ناديه، تعالي على نفسك. هو انت ما سمعتيش الدكتور قال لك ايه؟ والله ما قادره. لازم تاكلي يا ناديه عشان الواد يطلع صحته حلوه كده. عشان خاطري خلي بالك على صحتك. خاطرك؟ انا عملت كتير قوي عشان خاطرك. عاجبك اللي بيحصل يا زكريا؟ هو ايه اللي بيحصل يا ناديه؟ ما انا قلت انك مراتي قدام كل الناس. بأنهي طريقه؟ انا مش قادره انسى نظرتهم ليا. حسيت ان انا رخيصه قوي. معلش يا ناديه، استحملي. بكرة لما نرجع القصر أنا هقول إنك مراتي قدام كل الناس،
وابني هيتولد في القصر وهيتربى وسط اهله. ومراتك؟ اكيد هتتفهم الوضع، اكيد هي حاسه باللي انا فيه دلوقتي. ودي اني واحده فيهم اللي هتفهم؟ بنت وفيق المحمدي ده لعبه 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 بلعبها، وانت فاهمه الكلام ده كويس. ارجوك يا ناديه ما تبقيش ضدي، خليكي جنبي. اقف جنبك ازاي وانت مش واثق فيا؟ ده انت حتى مش عايز تقولي ايه اللي بيحصل في دماغك. انا ما بثقش فيكي بعد كل اللي انا شفته ده، وما بثقش فيكي عموما. عشان اثبت لك اني بثق فيكي انا هطلب منك طلب، والطلب ده مفيش حد يقدر يعمله غيرك. طلب ايه؟ عايزك تروحي مشوار. بس انا مش عايز اسيبك. المشوار اللي انت هتروحيه ده اهم من انك تكوني جنبي. انت مش عايز نكون موجود عشان ليله دخلتك. طبعا انا مش عايزك تكوني موجوده في يوم زي ده. انا عارف انه هيبقى صعب عليكي، بس مش ده الغلط. المشوار ده